على اتباعه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ايها الاخوة المؤمنون، يتواصل عطاؤنا لنعيش في رحاب حسن ختام هذه الليلة، والتي اقيمت تكريما لعميد عائلات العيان رحمة الله عليه الحاج عبد البديع العيان. تقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير الى كل من اتى ليقدم واجب العزاء. تلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم، ذلكم العلم القرآني الإذاعي والذي شرفت به الإذاعة المصرية قارئا وعالما وملك المقامات بجمهورية مصر العربية وقارئ الإبداع الأول فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك. يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. صدق الله العظيم. محدش جاي. تشرف. كافورا عيني يشرب بها عباد الله. عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله كملت يا احمد يا لطفي قول كملت اقعد بقى انا واسمع نخاف من ربنا إنا
نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صنعوا كتير موجود. ليه يا عم؟ خير موجود اهو. والله اعلم بالله. والله اعلم حاجة. يا سيدنا مصالحنا وجايين لك من الاهلية مخصوص عشان نسمعها. الحمد لله بالسلامة. لا نريد منكم جزاء ولا شكر. اي نعم. ريال والله. والله اعلم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاء بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك شمسا ولا زمهريرا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. السجاير دي بس ينفعش. شكرا حبيبي. شكرا نعم. وانت تعليم الشهرات الله يرحمه عليه رحمة الله. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. النجم الثاقب. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس يا رب يا رسول. فلينظر الإنسان. فلينظر الإنسان. هو عايز يوريني وشه يعني. انا هقرا ولا هكتب؟ فلينظر الانسان مما خلق. خلق مما فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج
فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على قادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الرخاء والضحى والليل إذا سجى والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى على رأسنا شرف سعيهم مشكور يا أخي سعيهم مشكور ولسوف يعطيك ربك فترضى لا إله إلا هو ألم يجدك يتيما فآوى ولسوف يعطيك ربك فترضى مقام البيات معلش الألم بيجي خلاص يقعد بس يقعد يقعد طيب يقعد ايه بياتي يا ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إلاف قريش وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. رحلة الشتاء والصيف. قريش إيلافهم. رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
فصلي لربك وانحر إن شانئك والأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة. إن قالوا عني لست عاقلا فمن هم العقلاء. يا قارئا حباك الله بصوت يصعد من الأرض إلى السماء. يا قارئنا أخذ ورتل علينا القرآن ترتيلا، فأنت يوم القيامة يا دكتور حرك في الجنة مع القراء ونحن على مأدبة المستمعين. عشنا مع قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وملك المقامات بجمهورية مصر العربية وقارئ الإبداع الأول فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، تكريما لراحله الكريم رحمة الله عليه الحاج عبد البديع العيان. تقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص شكر تقدير إلى كل من أتى ليقدم واجب العزاء. نقطة هذه تلاوة عبر أسير موجاتنا الصوتية للعميد حق محمد سلام إدارة العالمي حمادة سلام برهمتوك السنبلوين، قصور الضيافة والفراشة الحديثة والإنارة الكبرى حق عبد اللطيف البرومي المنشية الجديدة، واجب الضيافة أولاد الجهري كفر حماد، هندسة الهواء والتصوير عبقري مص محمد النجار العرين فقوه الشرقية. ونشكر ايضا تواجد صاحب العملة وصاحب الواجب دائما السيد المستشار محمد بك عثمان حسن الذي اتى مشاركا للأسرة الكريمة في لي التكريم الراحل الكريم. ونشكر تواجد اعلام مركز ومدينة كفر صك العارف بالله والداعي الاسلامي الكبير الحاج طه الفداوي الشيخ احمد ابو انور ابو عسكر والخلوق الكابتن وليد عرفة الذين اتوا مشاركين الوصة الكريمة في لي تكريم الراحل الكريم. وكان معكم وراء الميكروفون الاعلامي احمد لطفي المراجمي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.